أحسن الله إليكم. من السودان المستمع الريح عبد الرحمن أحمد جودان يقول: ما تفسير قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم؟ القواعد من النساء هي المرأة التي كبر سنها ولا مطمع لها في الزواج، كبر سنها ولا مطمع لها في الزواج ولا يطمع أحد فيها، قوله تعالى: لا يرجون نكاحا، هي لا تطمع بالزواج وهي أيضا ليست محل طمع للرجال، فهذه لا بأس أن تضع الثوب الجلال الذي تلتحفه النساء التي يخاف منهن الفتنة، وأما الثياب التي تستر جسمها هذه يجب عليها استعمالها، بشرط أيضا ألا تتبرج بزينة، ألا تلبس ثياب زينة أو تلبس الحلي وتظهره للناس غير متبرجات بزينة. والتبرج إظهار، التبرج هو إظهار الزينة أمام الناس أمام الرجال، فأباح الله للمرأة التي لا يطمع في نكاحها لكبر سنها أن تضع الثياب الزائدة عن ثياب الستر، الثياب الاحتياطية كالعباءة والجلال الكبير والملحفة، وأن تبقي عليها الثياب الساترة وتتجنب الزينة غير متبرجات بزينة. ومع هذا قال الله: وأن يستعففن خير لهن، أي أن يلتزمن بالستر المعروف ولا يضعن الثياب، هذا خير لهن. نعم. هل في الرخصة للقواعد شيء في وجوه القواعد وكفوفهن؟ نعم، في الرخصة للقواعد شيء عن وجوه القواعد وكفوف القواعد أن تظهر؟ الذي ليس فيه فتنة، ليس فيه فتنة لا بأس أن تظهره من الكفين والقدمين، أما الوجه فإنه عورة، الوجه عورة، من عورة المرأة ومما يجب ستره عن الرجال. نعم. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم.